لماذا أراد المتطرفون تشويه العلماء الأكابر، تشويه الأزهر الشريف بعلمائه الأكابر الذي آلت إليه مواريث النبوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. البدعة لها تاريخ، والفرق التي خرجت من تحت عباءة الإسلام منحرفة عن المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم قواعد قديمة ظهرت حتى في عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من هؤلاء المبتدعة الذين انحرفوا عن الجادة وعما تركه رسول الله ما أسميناه بالخوارج. من هؤلاء الذين انحرفوا، أولئك الذين ناصبوا أهل البيت العداء فسموا بالنواصب. هناك الذين غلوا في سيدنا علي فسموا بالشيعة والروافض، سموا بالروافض لأنهم كانوا يرفضون أبا بكر وعمر. كل هذه أوصاف يا مولانا، كل هذه فرق حادت عن الطريق وحادت عن الصراط المستقيم، والله علمنا أن نناجيه في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم. حاجة حلوة كده، صراط الذين أنعمت عليهم من الأولياء ومن الأنبياء وممن يعرفون الحق لأهله وممن يعرفون الحق فيتبعونه غير المغضوب عليهم، الذين يعرفون الحق ويحيدون عنه وهم يعرفون، ولا الضالين الذين لا يعرفون الحق فهم في متاهتهم سادرون. أيوة، أدي الحكاية. فاهدنا الصراط المستقيم، هدى الله أهل السنة والجماعة إلى هذا الصراط المستقيم. فماذا كان ديدن كل فرقة انحرفت؟ ديدنها أمران لا ثالث له. ما هما؟ القدح في المصادر أو القدح في العلماء، حملت المصادر بس وخلاص. القدح في المصادر أو القدح في العلماء حملت هذه المصادر. فيجي يقول لك الله، انتوا بتعتمدوا على القرآن؟ لا، انا مش هعتمد على القرآن، انا هعتمد على السنة بس. انتوا بتعتمدوا على القرآن والسنة؟ طب انا مش معتمد على السنة وهعتمد على القرآن بس. انتوا بتعتمدوا على القرآن؟ طب ده القرآن ده مش ثابت عندنا، فيشكك في ثبوت القرآن والعياذ بالله تعالى. انتوا بتعتمدوا على النصوص، تفسروها ازاي؟ ده غير قابلة للتفسير. انتوا بتعتمدوا على ظواهر النصوص في تفسيرها وقواعد حطتوها، لا احنا هنعتمد على الباطن الذي يطرأ في اذهاننا ووجداننا فسميت بالباطنية. انتوا هتعتمدوا وهكذا. المصادر يشكك في ثبوتها، يشكك في فهمها، يتكلم في القدح في حجيتها. ادي ده نمره واحد، ملف اسمه ملف المصادر. الثاني ملف العلماء اللي شايلين المصادر دي، نقول له ده حلقه من حلقات ثبوت المصدر نفسه. سيدنا الشيخ الحصري، سيدنا الشيخ رفعت، سيدنا الشيخ مصطفى اسماعيل، سيدنا الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، سيدنا الشيخ ده هو كده اصل. هم يبدا يشكك فيه، يقول لك لا 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 لا، ده كان منحرف المزاج، ده كان ضعيف، ده كان مش عارف بتاع سلطان، ده بيتبع السلطان. سلطان مين؟ سلطان الانجليزي يعني، ولا سلطان مين يعني اللي بيتبعه؟ وهكذا ابدا. اما ان يشكك في المصادر، واما ان يشكك في الحبلة يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. شوف الحديث واضح اهو، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني مستمر يا مولانا، مستمر حتى يرث الله الارض ومن عليها. في اثر حلقه الله. وهذه الحلقات ممتده الى منتهاها صلى الله عليه وسلم. نعم،
أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون زكية، وأنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة.